يؤمن النحات السوري العالمي مصطفى علي بالفكر التشاركي، ومن هنا جاءت مبادراته بالتعاون مع جهات عدة منها الاتحاد الأوروبي لتوفير فرص عمل لشباب الفنانين السوريين على الساحة الفنية ولزيادة التبادل الثقافي في دول حوض المتوسط والعالم. تجربة النحت، لا بل فن النحت مع مصطفى علي يحمل هوية ليست مختلفة وحسب بل متميزة أيضا. منحوتاته تحمل أعمارا مختلفة، ولكن البداية هي مع الفينيقيين الذين عايشهم مصطفى في رأس شمرة التي ولد فيها عام 56 و900 وألف، وولدت فيها أيضا أول أبجدية في التاريخ. منحوتات مصطفى علي تصنع حوارا متناغما، وإن اختلفت موادها بين البرونز والخشب والحديد متنقلا بين الأضداد التي لا يمكن تخيلها منفردة حتى وإن كانت بأشكالها الفطرية. من هنا ينعكس الفكر التشاركي لدى مصطفى علي الذي يؤمن بضرورة التشارك ويدعمه عبر مبادرات عدة ساهمت فيها معه جهات عديدة منها الاتحاد الأوروبي. مول الاتحاد الأوروبي مسابقة بالتعاون مع مصطفى علي كانت بهدف إظهار الفنانين السوريين الشباب وتعزيز وجودهم على مسرح الأحداث الفني في سوريا والمتوسط وزيادة فرص التبادل الثقافي. احنا دائما بنحاول ندفع فنانين شباب إلى الأمام، ودائما كل سنة أو كل سنتين كل سنة ونص بيكون عندنا مشروع ممول جزئيا من الاتحاد الأوروبي لحتى نعمل فيه مشاريع للفنانين الشباب أو أحيانا لحي الفنانين مثل عملنا. تسليط الضوء على حي الفنانين، دعم الحي من حيث انه ينعرف اعلاميا، فعملنا له خريطه وسوينا افتتاح سميناه انه محترفات الحي، وكان رعايه من سفاره الاتحاد الاوروبي والجهات المحليه كمان. فتم على عده ايام افتتاح المراسم بالحاره. يعني خلال ربع قرن وأكثر من النحت برهن مصطفى علي على قدرة كبيرة على الابتكار في أسلوب العمل والأفكار التي تعكسها المنحوتات الصغيرة الحجم بقدر ما تعكسه الكبيرة منه. يتوق مصطفى علي إلى تحقيق تناغم بين الرموز والإشارات دون أن يغادر الأساطير المحلية، فهي بالنسبة له ذاكرة متجددة. وهو الذي درس النحت في أكاديمية الفنون في كرارة الإيطالية عام 1996. دائما الاشياء الكبيره بتبدا من شغلات كثير بسيطه. ان كانت ايقوناته البرونزيه الصغيره والخشبيه الكبيره حملت هويته الاولى، فان اسمه ايضا نقراه عريضا في قلب عاصمه النور باريس، حيث حطت رائعته النحتيه في رحله تشبه رحلات الف ليله وليله، وذلك احتفالا بمرور 20 عاما على تاسيس معهد العالم العربي في باريس ليخلد اسمه كاحد اهم النحاتين المعاصرين. هلا انا بقول اكثر فن، اكثر شيء مؤثر هو الفن، اكثر شيء ممكن يكون في لغه للتواصل هو لغه الفن، لان لغه الفن هي لغه بصريه او لغه جسديه بيقدر واحد يشوفها ويتواصل مع الاخرين. فانا بقول دائما هو الفن هو بدايه التواصل مع بين الشمال والجنوب، بين ضفتي البحر المتوسط.